دشن رئيس جامعة أبيان الدكتور محمود أحمد الميسري في كليتي التربية زنجبار وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019 2020 وفي كلية الحاسوب وتقنية المعلومات استقبل عميد الكلية الدكتور صالح الشدادي رئيس الجامعة وطاف بهم بقاعات الامتحان وأطلعهم على سير الامتحانات فيها حيث كانت التجهيزات والترتيبات في الكلية على وتيرة عالية جدا ومن ثم انتقل رئيس رئيس الجامعه الى كليه التربيه زنجبار وكان في استقباله عميد الكليه الدكتور محمد فضل الميسري حيث تم تدشين الامتحانات فيها وتفقد سير العمل فيها وتحدث خلال التشين فيصل مهدي عبد الله مسجل عام الجامعه على عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في كليات الجامعه التي وصل عددهم إلى ألف وسبعة وثمانين طالباً وطالبة منهم ألف ومائتان وسبعة وخمسون في كلية التربية زنجبار وأربعمائة واحد في كلية التربية لودر و وسبعة وسبعون في كلية الشريعة.